اليوم في السوبر ماركت شفت الخس كيوت هذا مرة صغير، فقلت خليني أسوي تشيكن لا تسرعب، اللي هو الدجاج الطريقة الآسيوية اللي مطبوخ مع صويا صوص كده وأشياء، ونحطه جوا الخس. مرة لذيذ. هقول لكم المقادير، وبعدين الأشياء اللي يمكن ما تكون مألوفة عن بعض الناس هحط لكم صورها في الأخير. عندي هنا تقريبا أقل من 0.5 كيلو دجاج مفروم، تقدروا تجيبوا الدجاج مفروم جاهز أو الأفضل أن أنتوا تفرموه في البيت اللي يريحكم. عندي هنا الخلطة حقت الصوص اللي هي عبارة عن صويا صوص المالح مع سويت تشيلي صوص، برضه حوريكم صورته. وحطيت معاه سيراتشا، سيراتشا حارة برضه حوريكم صورتها. وحطيت معاه خل الرز، إذا ما عندكم خل الرز هو خل يستخدم في الأكل الآسيوي، وإذا ما عندكم حطوا خل أبيض عادي. وخلطتها مع بعض. بعدين عندي هنا هذا اسمه واتر تشستنتس، اللي هي كستنة الماء. كستنة الماء تستخدم في الأكل الآسيوي، برضه حوريكم صورتها. تيجي معلبات، إذا ما لقيتوها والأغلب ما تكون متوفرة تقدروا تستخدموا فطر وتفرموه مرة صغير وتستخدموه. وآخر حاجة عندي فول سوداني بس عشان يدي قرمشة. اكشلي لسه في مقادير، هذا توم وزنجبيل مع بعض مخلوطين، تقدروا انتوا تسووا كل واحد لحاله، وزيت السمسم وبصل اخضر. عشان ابدا عندي هنا ووك سخنتها وححط عليها زيت السمسم، زيت السمسم اللي العادي مو المحمص. وححط التوم والزنجبيل، وححط معه الووتر تشيسنتس او الفطر زي ما قلنا، وححمصهم. بعد ما تحمصوا احط الدجاج واطبخه. الدجاج حطبخه بالضبط زي ما كني بطبخ لحمة مفرومة، الحرارة ما هي واطية، عالية شوية عشان ما أبغى ينزل مويته. وحخليه ينطبخ بس إن إيه حأفصله كده عن بعض. بعد ما استوى الدجاج حأحط الصوص اللي أنا عملته من أول وحقلب. آخر شيء حأحط الفول السوداني، هرسته شوية بس عشان يكون ناعم، مو ناعم مرة بس يعني مو حبات كاملة عشان يدي قرمشة. خلاص طفيت النار، وهنا عندي البصل الأخضر فرمته، هحطه وأقلبه وصار جاهز. لو تحبوا تقدر تحطوا معاه كمان جزر مبشور، مرة يطلع لذيذ. بس خلاص كده خلص، مرة سهل وما ياخد وقت. التشيكن لتس راب جاهز، بس ما أعرف اشتهيت فجأة أسوي جنبها صوص. هذه بينت باتر زبدة فول سوداني مع سويت شيلو صوص، شوفوا هذا اللي بقول لكم عليه، صلصة الفلفل الحلوة سويت شيلي صوص. حطها معاه، تخيلت حيطلعوا لذيذين مرة مع بعض. ليش؟ الفول السوداني مالح والسويت شيلي صوص حار وحلو في نفس الوقت، فحيطلع كومبينيشن مرة لذيذ. فحخلطهم مع بعض وحدوقهم، وإذا في شيء زيادة حقول لكم. طلع مرة لذيذ الصوص، حطيت بس عليه شوية من ده الهوت بيبر بيست، تلاقوه في البقالات الآسيوية، مو لازم تحطوه، مو ضروري، بس عشان أنا أبغى يكون مرة حار. فحطيت يدوب ملعقة صغيرة وقلبته. خلاص صورت، دحين ممكن ادوق. سو يامي، بس بحط معاه الصوص اللي سويته. مره لذيذ صراحه، لازم تسووه، لازم تجربوه. حنزل الوصفه ان شاء الله مره بسرعه.